الشعب القطري يزداد غضبا ضد نظامه المنحاز للكيان الصهيوني بمساعي تكوين علاقة دافئة على حساب قضية العرب الأولى فلسطين. حركة شباب قطر ضد التطبيع استنكرت المشاركة الهاتفية لمحمد العمادي السفير القطري لدى فلسطين والمسؤول عن أنشطة الدوحة في غزة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة رشت كان، ومطالبته إسرائيل بمنح تصريح عمل لنحو 5000 من سكان غزة في مقابل ضمان تهدئة مسيرات العودة الكبرى ووقف حرائق المستوطنات. العمادي مقايد بدرجة سفير على الحقوق الفلسطينية، وقطر تبيع غزة للاحتلال.